هنذهب إلى سيناء العريش، مراسلنا مصطفى سطوحي من هناك. مصطفى أهلا بيك. أحييك أستاذ وائل، حيث أنا الآن متواجد في مسرح الأحداث، دائما الكاميرا العاشرة مساء متشارك هنا في شمال سيناء مسرح الأحداث. بالأمس كان هناك شهيدا من المسعفين داخل شمال سيناء بسبب أنه كان يسعف مجموعة من الجنود، خرج عليه مجموعة من المسلحين وقاموا بإطلاق النيران. هنا أبطالا أنا أتوسطهم الآن أستاذ وائل، من نوع آخر كل حياتهم هي عبارة عن إسعاف أي مواطن أيا كان انتمائه أو أيا كان ديانته، ليس لهم أي انتماء سياسي. معي مجموعة منهم سنتحدث معهم على الهواء مباشرة لكي يقصوا لنا ما يتعرضون له من مخاطر داخل شمال سيناء. أتعرف بحضرتك؟ دكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة شمال سيناء. دكتور، كلمنا عن الحادث المؤسف بالامس وايه اسبابه؟ هو طبعا في الاول بنقول انا لله وانا اليه راجعون، ونحتسب شهدنا باذن الله تعالى، نحتسبه عند الله شهيدا، وان جعله من اهل الجنه ويلهم اهله الصبر والسلوان. هو طبعا حضرتك بالنسبه لنا احنا كمقدمي الخدمه الصحيه في محافظه شمال سيناء، سواء في القطاع الصحي او مرفق الاسعاف، زي ما حضرتك تفضلت وقلت فعلا احنا بنقدم الخدمه الاسعافيه، ليس لنا علاقه باي لون او جنس او دين او اي انتماء سياسي او عقائدي، ليس لنا علاقه، احنا بنقدم الخدمه الصحيه للمواطنين في محافظه شمال سيناء بعيدا عن اي انتماءات او عصبيه او لون او دين. وبالامس طبعا الرجال الاسعاف عندي واولادي كلهم في تلقي، مجرد تلقي بلاغ، حتى احنا لما بنطلع اي بلاغ لا نعلم من هو المصاب، سواء بقى هل دوت شرطه، جيش، مواطن عادي، ايا كان بيطلع بنتوجه الى البلاغ، ما بيبقاش عارفين ايه طبيعه البلاغ، بيقولوا فيه مصابين، انا مجرد اللي هم المصابين طلعوا علشان ينقذوا حياه اللي هو المصابين في احد الاكمنه، يعني قريب من احد الاكمنه في الشيخ زويد، فمجرد ان هم طلعوا طبعا اصابات بطلقات ناريه، اصيب اللي هو المسعف الشهيد رضا الشحات باحدى الطلقات الناريه في اللي هي عظام الفخد عنده، طبعا قطع في الشريان الرئيسي، ادت نزيف حاد، وتوفاه الله بعد حوالي نص ساعه من وصوله عندنا مستشفى العريش العام. طب حضرتك وصل رساله المخاطر اللي انتم بتتعرضوا لها دي لاول مره ان يتم توجيه الرصاص مباشره اليكم؟ لا طبعا انت عارف حضرتك الظروف الاستثنائيه والرهينه اللي بتمر بها محافظه شمال سيناء، كلنا بنمر بنفس اللي هي الاحوال في الظروف الاستثنائيه ديت. لا طبعا في ظروف حصل تكرار لهذه الاحداث من قبل، لسه كانت منذ حوالي اربع خمس ايام برضك قبل استشهاد رضا عندنا نفس الكلام برضك، حصل برضك برضك عربيه اسعاف، وحصل برضك بقى اصابات الحمد لله، وبرضك منذ برضك اسابيع مضت برضك حصل برضك اصابات لاحد المسعفين، برضك حد برضك طلعات ناريه برضك في ايديه، وحصل برضك عجز عنده. فالظروف الاستثنائيه بنمر بيها هنا على مستوى المحافظه ديت ظروف استثنائيه، لكن احنا دايما قادرين نقدم الخدمة الصحية في شمال سيناء، إن احنا بنتعامل مع الأحداث وعايمين بالخدمة وسنظل. احنا شايفين كده في إسعاف طالع يشتغل على طول، يعني الشغل ما عطلش. الحمد لله، ولن يتعطل العمل بتقديم الخدمة الصحية في أي وقت. حتى واحنا بنشيع شاهد التغيير، كانت الخدمه الصحيه بتقوم المرفق الاسعاف بيقوم بعمله على اكمل وجه في خدمه المواطني شمال سيناء. اتعرف بيك؟ محمد محمود، مشرف شمال سيناء. إيه، انتوا الواجهات اللي انتوا تعرضتوا لها والحوادث اللي تعرضتوا لها، هل دي بتعطلكم عن العمل ولا انتوا مستمرين في العمل؟ لا مستمرين في العمل، وما فكرناش في يوم ان احنا نبطل شغل، ولا لان احنا فدا الوطن، واحنا شغالين لاي مواطن، لاصابه اي مواطن.